فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية إذا كثرت وخيف عليها؟ يقولون هذا من باب الضرورة. نعم يجوز هذا من باب الضرورة بشرط ألا تستثمرها، إنما هو إيداع فقط ولا تستثمره بالربا، يجوز للضرورة. نعم كل الناس على هذا الحين. نعم وين يدعون الناس أموالهم؟ نعم.